ضربة ثالثة تعني بأن الأمور حسمت. باتو بالفعل حسبها النجم الصغير الهداف الرائع باتو ألكسندر باتو في تسديدة قوية يحرز الهدف الثالث عشر له من 27 مباراة. هي تسديدة قوية من نجم برازيلي الصغير اسمه ألكسندر باتو. باتو في تسديدة تيرو بالتلياني تسديدة من خارج منطقة الجزاء من النجم الصغير من الشاب اليافع هو ألكسندر باتو. باتو يسدد يغالط كورشي يحرز الهدف الثالث لفائدة الميلان. الحل وجده باتو بتسديدة من